ما هي أسباب تمرد قوات عسكرية على الشرعية في سوق قطرة؟ ولما جاء التمرد الأخير عقب لقاء المجلس الانتقالي بقائد القوات العسكرية السعودية في الأرخبيل بيوم واحد؟ ما علاقة ما يحدث في الجزيرة بدخول قوات سعودية جديدة إلى المهر؟ أهلا بكم. أعلنت ثلاث كتائب عسكرية في صفوف قوات الشرعية في أرخبيل سوق قطرة تمردها على الحكومة وإعلان ولائها ودعمها لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. رفعت أعلام المجلس الانتقالي آخرها بعد يوم واحد من لقاء قيادة المجلس بالقيادة السعودية في الأرخبيل في ظل صمت من قيادة التحالف والسعودية تحديدا إزاء هذا التصعيد في المحافظة البعيدة عن الصراع، إلا من فوضى تديرها الإمارات وتستفيد من الرياض هي الأخرى التي تسعى لتأسيس معسكرها في المهرة مستفيدة من غياب الدولة وتغييب رجالها في الرياض. ولم يصدر عن الحكومة والتحالف بقيادة السعودية أي تعليق حول تطورات الأوضاع في جزيرة سوق قطرة. لماذا تتجاهل الشرعية هذه التحذيرات وتصمت عن تمرد أهم ألوية الشرعية؟ ما حقيقة الدور السعودي تجاه هذا التمرد بعد الاجتماع الذي تم بحضور المحافظ والضابط السعودي في سوق قطرة؟ هل تعملان كل من الإمارات والسعودية على خلق ازدواج عسكري وأمني وتثبيت دولة موازية في المناطق المحررة؟ في ضوء كل هذه التحولات، ما هو مصير اتفاق الرياض؟ مجدداً تحاط اليمن بشرور أصدقائها وعداوة حلفائها. المجلس الانتقالي يعود إلى واجهة الأحداث ليصنع نصراً إماراتياً في أرخبيل سوق قطرة. تمرد ثلاث كتائب عسكرية في الأرخبيل البعيد عن كل شيء إلا من الدسائس التي يحيكها الحلفاء المفترضون ضده. التصعيد الأخير جاء من كتائب في اللواء الأول مشاة بحري المرابط في الأرخبيل والتي أعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات. هذا التطور يأتي كجزء من توتر قائم منذ أيام في سوق قطرة، إذ سبقته محاولة اغتيال للمحافظ رمزي محروس واقتحام مقرات حكومية والسيطرة عليها، بالإضافة لاختطاف مدراء مؤسسات عامة على يد موالين للمجلس الانتقالي وبدعم إماراتي. تتهم قيادة محافظة سوق قطرة الإمارات بدعم الفوضى والتمرد العسكري على الشرعية في الأرخبيل، وهذا ما بات واضحاً للجميع، غير أن للقصة بعداً آخر يتمثل في حجم التواطؤ السعودي الإماراتي في توزيع الأدوار وتقاسم البلاد. هذه الحادثة جاءت عقب لقاء وفد من الانتقال بقيادات عسكرية سعودية متواجدة في سوق قطرة، وهو ما دفع البعض للقول إن أنصار الانتقال حصلوا على ضوء أخضر سعودي. تحركت القوات السعودية لاحقاً لتسيطر على الميناء ومطار سوق قطرة، ولكنها لم تفعل شيء لإيقاف التمرد ومعالجة الوضع قبل تفاقمه. لم تنتهي أزمة سوق قطرة الممتدة منذ نحو عامين، ولا يبدو أنها شارفت على النهاية، فما أن تنتهي أزمة حتى تفتعل أبو ظبي أخرى. في منتصف ديسمبر من العام الماضي أعلن محافظ الأرخبيل عن قيام القوات الإماراتية بتهريب عدد من الممنوعين من السفر على ذمة قضايا أمنية عبر طائرة إماراتية خاصة، ناهيك عن محاولة الانقلاب على السلطة المحلية وتحريض المواطنين على الشرعية. تمضي أبو ظبي متوغلة في صفوف الجيش لتلعب على وتر الاستقلال واستعادة دولة الجنوب، ولتقود البلاد إلى هوة مخيفة من العنف والفوضى، فيما تبدو الشرعية وقد تركت المحافظة وحيداً يصارع عبث الحلفاء ومؤامراتهم. أبدأ النقاش مع ضيفي الصحفي عاطف السوقطري، ينضم لنا عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك أستاذ عاطف. أهلا وسهلا أستاذ سامي، حياك الله. بداية، لو توصف لنا ما يحدث في جزيرة سوق قطرة. آخر سؤال راح علي، معليش مرة أخرى. توصيفك لما يحدث في سوق قطرة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وشكرا على الاستضافة.
والله يا أخي الكريم، ما يحدث في سقطرة هو محاولة جدية لنقل الصراع من عدن إلى سقطرة عبر الميليشيات الخارجة عن إطار الدولة والقانون المتمثلة بالانتقالي وما إلى ذلك. أرادوا أن ينقلوا كل هذه الأحداث إلى سقطرة يعني بشكل عام. طيب، إذن تمرد كما تقول لقوات عسكرية في سقطرة وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما حدث؟ ما هي تأثيراته وتبعاته برأيك؟ التأثيرات هو إطلاق السكينة وجعله من المجتمع يعيش في حالة ذعر، خصوصا وأن سقطرة في مثل هذا الظروف أو هذا الأسبوع بالتحديد مع ظهور حالة كورونا في الشحر. قبل أسبوع تحديدا غادر من نفس الميناء، ميناء الشحر، إلى سقطرة ما يقارب 350 فرد سقطري على متن سفينة، وإجلائهم من الشحر إلى سقطرة. وبعد ظهور الحالة عمل حالة توتر في سقطرة بعد ظهور حالة كورونا في الشحر، هذا انعكس على حالة المجتمع بالناس اللي أتوا من نفس المكان، وصارت حالة طارئة صحية من قبل مكتب الصحة، ويزورون الناس الذين الواصلين من الشحر ويفحصوهم. مع هذه الظروف أتى هذا التمرد فزاد الطين بلة، وأعلنت الكتائب المعروفة تمردها، واستغلهم أصلا هذا التمرد. قبل شهرين أثناء وجود محافظة سقطرة خارج الأرخبيل في رحلة علاجية، وبعد وصوله من الرحلة التقى المحافظ بقائم أعمال قائد اللواء ناصر قيس احتواء هذه الكتائب وإعادتها إلى جادة الصواب وإلى الشرعية، وطالب بتغيير قادة هؤلاء الكتائب. أستاذ عاطف، أستاذ عاطف هل تسمعني؟ يتماطلون أكثر وبدوا يخططون بطرق لم يتعود عليها المجتمع السقطري أبدا. طيب أستاذ عاطف، بما أنك أشرت لما حدث في هذا اللواء، ما هي القصة؟ يعني في أسابيع يعلن ولاؤه للمجلس الانتقالي ومن ثم يعود إلى صفوف الجيش الوطني والحكومة الشرعية، ما الذي يحدث وما التفسير لتصرفات هذا اللواء؟ الذي يحدث تقريبا والله أعلم أنه هي لعبة واضحة. شوف أخي الكريم، قائد اللواء ناصر قيس هو قائد لواء مشاة بحري أول في سقطرة، والكتائب المتمردة تابع لوائه هو، تابع لوائه هو شخصيا، فكيف عناصر من أفرادك، قادة من أفرادك يتمردون عليك؟ وبنفس الوقت مما زاد الأمر أكثر غرابة أن بعض يعني كتيبة من الكتائب هي داخل إطار اللواء نفسه الذي يداوم فيه قائد اللواء نفسه، يعني كتيبة اللواء دفاع جوي داخل محيط اللواء الذي يداوم فيه قائم بأعمال اللواء. كيف تتمرد أنت قائد كتيبة على قائدك في نفس المبنى ونفس الإطار ونفس الساحة؟ فيقول له اليوم أنت تمرد، لا اليوم خلاص أرجع للشرعية، بكرة تمرد. يبدو أن العملية بهذه الأمور بهذه الطريقة تدار. طيب هذا بالنسبة لإعلان التمرد، ماذا بالنسبة لأسلوب المعالجة؟ في المرة السابقة ما الذي حدث؟ وهل يمكن تكرار سيناريو ما حدث سابقا وتعود هذه الكتائب إلى الصفوف الشرعية؟ هي من وقت لآخر كل هذا هو السيناريو الآن اللي يجري في سقطرة، ودائما تمشي متى ما وجدوا فراغ لعبوا هذه اللعبة. يعني أكيد هم عندهم أهداف ويوصلون لها الله أعلم منها، لكن ضعف إمداد الشرعية والسلطة المحلية، ضعف إمداد السلطة المحلية هناك إلى سقطرة بقوات يعني تردع هؤلاء الذين يلعبون هذه اللعبة لا داعي لها من وجودها في سقطرة، لأن سقطرة لا علاقة لها بما يحدث في البر اليمني من صراع، وهي في منع عن ذلك كله، وهي في غنى تام عن نقل هذه الصراع إليها، والمجتمع ليس طرفا ولا وليس يعني بالنسبة له هذه الأمور تعد خارق طبيعتي وتركيبتي، يعني لها عواقب كثيرة جدا. طيب إذن كما تقول الأوضاع مستقرة هي في الأساس كانت في سقطرة، ولا علاقة لما يحدث في البر اليمني كما وصفت، لكن هناك من يريد نشر و
خلق حالة صراع داخل الجزيرة، من المستفيد من ذلك وما هي مصلحته؟ اولا علينا ان نعلم جميعا من باب المعلومه انه هذه الكتائب اصلا يقودها عناصر غير سقطريه، اشخاص غير سقطريه، ونحن نعرف ان الممولين لهذه الكتائب وهؤلاء المتمردين اطراف خارجيه وقوى خارجيه اخرى، وهذه القوى والاطراف ما استطاعت ان تستخدم ابناء سقطره على انفسهم وعلى بعضهم البعض، وبالتالي جلبوا عناصر وقاده لتلك الكتائب من خارج سقطره ويستخدموهم على سقطرة وعلى المجتمع وأبنائهم، وهؤلاء بالنهاية هم ليسوا سقطريين ولم يخسروا شيء في سقطرة مهما فعلوا من تمرد ومن قتل ومن اختطاف، هم ينفذون أهداف أطراف ربما لم تكن يمنية أصلا، ما عندهم شيء ما يخسروا، عندهم أي استعداد حتى قتل أي شخص. اليوم حصل في سقطرة عملية اغتيال فاشلة، وحصل أيضا اختطاف عسكري من نقطة تفتيش، حصل أشياء لم تحصل، وقبل ذلك إطلاق النار على 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 بيت المحافظ ومحاولة اغتيالي واختطاف ميناء مدير ميناء سقطرة، وشغلات كثيرة لم تحصل في سقطرة على مدار تاريخها. كل هذه الأمور يقوم بها عن أناس ليسوا سقطريين أصلا، ويقودها أناس غير سقطريين. قادة الكتائب الذين أعلنوا التمرد أصلا ليس سقطريين، هم من الضالع وأبين، ومن باب المعلومة أن المتمردين أصلا اللي تمردوا هم القادة فقط وليسوا الأفراد. ها انتبهوا على الملاحظة، أفراد الكتائب لم يعلنوا تمردهم، من أعلن التمرد هم قادة الكتائب فقط وهم من الضالع وأبين. يعني طيب. ما يعني أن أبناء سقطرة ليسوا طرفا فيما يحدث الآن في سقطرة، لا عن قريب ولا عن بعيد. إشارتك إلى حادثة اغتيال فاشلة كما قلت حدثت في الجزيرة اليوم يقودني إلى السؤال عن المخاوف من أن تكون هناك فوضى في الجزيرة، وما هي المعلومات المتوفرة لديك حول هذه العملية؟ برأيك من المستفيد منها؟ المستفيد منها من أراد أن يزعزع المجتمع، هم الآن أرادوا أن يحصل دم في سقطرة، أرادوا الدم أن يراق، وبالتالي يصير المجتمع في ذعر وفي خوف وفي قلق. يعني الآن لجوا هم الآن المخططين والذين أرادوا أن يقودوا سقطرة إلى مخطط الدم، لجوا إلى حرب عصابات وإلى تشكيل جماعات اختطاف وإطلاق النار في أماكن مختلفة وعلى وجهات شخصية. السقطريين مهما اختلفوا ما يوصلن إلى مرحلة الاختطاف أو إلى مرحلة القتل أو إطلاق الرصاص، هذا مش وارد في 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 تاريخهم أبدا، يعني عرفت كيف؟ فهم أرادوا أن يجروا المجتمع إلى 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 الفوضى. طيب تبقى معنا أستاذ عاطف ونشرك معنا بالنقاش من سقطرة الأستاذ عيسى بن مسلم ناشط سياسي ينضم إلينا من هناك، أهلا بك أستاذ عيسى. أهلا وسهلا مرحبا. بداية أستاذ عيسى، كيف تتابعون ما يحدث من تمرد لقوات عسكرية في الأرخبيل على الشرعية؟ ما يحدث في سقطرة اليوم أو ما حصل قبل أمس من تمرد لكتائب تابعة للواء أول مشاة بحري يندرج في سياق شراء ولاءات لهذه للضباط، هم ينتمون الى محافظه الضالع، يريدون هؤلاء الضباط يجر محافظه ارخبيل سقطرة الى مربع العنف، لان مواطني ارخبيل سقطرة لا يعرفون مثل هذه الاحداث ولا يعرفون هذه اللغه، لغه السلاح. هؤلاء الضباط الذين ينحدرون كما اسلمت من محافظه الضالع هم ربما سبق وان تم الاتصال بهم من عبر قياده من مجلس الانتقال والمتمثل بادريس الزبيدي لاطلاق السكينه العامه في محافظه ارخبيل سقطرة ولنقل الصراعات الداميه والمظاهر المسلحه الى هذه الجزيره التي لا تعرف الا لغه الامن ولغه السلم والسلام. طيب من حيث التوقيت انا اعتبرها ان فرصه. تفضل استاذ عيسى اكمل. لماذا هذا بالتوقيت؟ لان هذا التوقيت هم كما يعني كما نعرف بين فينه واخرى هنا في محافظه ارخبيل سقطرة يجروننا الى هذا المربع
عندما تشتد المعارك في الجبهات في المحافظات اليمنية الأخرى في محافظة مأرب في الواح تحديدا وفي الجوزي وفي تعز، عندما يشتد الصراع أو يحتدم القتال على ميليشيات أو يشتد الضغط على ميليشيات الحوثي، هناك يلتج عناصر الانتقالي إلى فتح هذه الجبهات في محافظة الخبير سقطرة تخفيفا للضغط عن هذه العناصر الحوثية، لأن مشروع الانتقالي ومشروع الحوثي هو وجهان لعملة واحدة، يأتي القرار من إيران ويأتي التنفيذ من عناصر الانتقالي والحوثي في اليمن. لا، لكن في المقابل عناصر المجلس الانتقالي تتهم الشرعية بأنها هي من عملت على خلق هذه الحالة الآن من الفوضى، أنها هي من بدأت بالتصعيد. لم أسمع السؤال، ولكن أقول الفرصة الآن سانحة أمام قيادة اللواء والمتمثلة بأركان اللواء العقيد ناصر كيف ينتهز هذه الفرصة وأن يعيد هذه الكتائب إلى جادة الصواب ويعيدها إلى أحضان الدولة. نحن نعرف أن عتاد اللواء الأول مشاة بحري عتاد ضخم وعتاد قوي، ولا بد أن أن, أن 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 تكون القيادة في قيادة اللواء قيادة حاكمة لا تعطي لمثل هذه الكتائب المتمردة أي فرصة. أما أن تكون أن تعيش أو أن تظل قيادة اللواء وأن تصبح في منطقة رمادية بالذات في هكذا توقيع، أتوقع أنها ليست بصالحها وأنها ستقاد إلى مربع لا يعني إلى مربع لا حكم لها في وزن القادة وفي وزن أمان يعني قادة مؤسسة الرئاسة والحكومة. أتمنى أن يفهم الأخ العقيد الأخ كيف هذه الرسالة وأن يشد من عزمه وأن يعيد هذه الكتائب إلى جادة الصواب بأسرع وقت وبأقرب فرصة حتى يكتب لنفسه تاريخا مشرفا في هذه الأرخبين. طيب سأعود لك أستاذ عيسى، أعود مرة أخرى للأستاذ عاطف السقطري. إذا يشير الأستاذ عيسى إلى أن هناك مخاطر من سقوط اللواء مشاة والبحري لحجم العتاد والإمكانيات العسكرية المتوفرة لديه. هل إذا ما سارت الأمور على هذا المنوال هل ربما تفقد الشرعية سقطرى؟ طبعا اكيد، يعني الشرعيه اصلا هي مهزوزه وضعيفه وقد عملوا طوال السنوات الثلاثه الاخيره على اضعافها وحصل خلال هذه الثلاث سنوات او الاربع سنوات ان صح التعبير على تغيير اربعه محافظين بسبب الضعف الذي يحصل من قبل بسبب الضعف الذي يحصل للشرعيه من قبل المتمردين الذين يضعفوها من وقت لاخر، وبالتالي إذا سقطت الألوية أكيد يعني حيكون هم الأول والأخير في الجزيرة. أصلا هم الآن قوة موازية للسلطة المحلية في سقطرة، عندهم عساكر بالآلاف يعني لا يسهم بها حتى وإن لم يعملوا شيء، حتى هم قوة لا يسهم بها بكل الأحوال. فإذا سقطت الألوية خلاص تحكموا بكل شيء وفقا للإرادة الخارجية للذين يمولونهم إن صح التعبير يعني. طيب ما المخاوف؟ هل يمكن أن تسقط؟ وما تقييمك للموقف السعودي مما يحدث من هذه التطورات، خصوصا أنها حدثت بعد لقاء قيادات عسكرية سعودية سواء من جانب المجلس الانتقالي أو المحافظ؟ بالنسبه للاخوه السعوديين قوه الواجب الخاصه تحديدا في سقطرة، للامانه هم ما يقال للاطراف الخارجيه الاخرى كالامارات مثلا يقال للسعوديه، هم لا يختلفون يعني هم عينين في راس. يعني بالنسبه لنا نحن ننظر الى القوات الخاصه السعوديه الموجوده على سقطرة لا تختلف كثيرا عمن يمثل الامارات هناك، وهم متفرجين فقط لا اقل ولا اكثر، ليس لهم اي دور. لا ادري لماذا هم هناك، اكثر من 600 جندي عسكري، ما مهامهم في سقطرة؟ بيتفرجون على عناصر عسكريه متمرده تمول من الخارج،
اليوم يضغطون مبالغ ماليه هائله جدا توصلت عن طريق احد المصارف الماليه تدعم هذه المتمردين، على اساس غدا تحصل احتشاد ومظاهره للانتقاليين في ظرف الناس تعالج فيه وقايه من كورونا وما الى ذلك. الناس تعيش حاله ذعر، كيف احتشاد ومظاهره في مثل هذا الظرف؟ اموال تصل لاحتشاد الناس في مظاهره في ظرف صحي ينفر منه كل العالم والناس بعضهم من بعض، يعني لا يبالون باحد، لا القوات السعوديه ولا الداعمين الاماراتيين مثلا ولا غيرهم. السعوديين ليس لهم اي دور في سقطرى واضح، والا ما الذي يعجزهم مثلا؟ كانوا هم موجودين اثناء وساطه، اثناء حضور او اثناء لقاء محافظ سقطرى بقائم اعمال اللواء ناصر قيس لاقاله قاده الكتائب الاربع، كانت السعوديه قائد القوات الواجب السعودي موجود واحد الوسطاء. خلال الشهرين الماضيه لم يوصلوا الى نتيجه. ما الذي يعجز السعوديه الا تفرض مثلا كلامها على قائد اللواء بتغيير القاده؟ لماذا تصمت كل هذه الفتره حتى تصل الامور الى ما وصلت اليه؟ ما الذي تستفيد منه السعوديه؟ سأعود لك لأسألك في هذه النقطة. طيب أستاذ إبراهيم القعطبي، أرحب بك عبر سكايب من نيويورك، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، أهلا بك ومشاهدينك الكرام وضيفك أيضا. إذن مرة أخرى هناك حالة تمرد في جزيرة سقطرى، ما الهدف بما يحدث برأيك؟ أنا في اعتقادي هو ليس تمردا، هناك احتلالا لجزيرة سقطرى، يعني الباقي هي مكملات لما يحدث وكان يحدث منذ بضعة سنوات. نحن أمام احتلال لجزيرة سقطرى من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ويتم يعني القضاء على ما بقى من معسكرات للحكومة الشرعية هناك من خلال إنشاء هذه الميليشيات التابعة للإمارات والسعودية على حد سواء، ومن أجل إنهاء أي تواجد عسكري للحكومة اليمنية، ومن ثم أن تبقى هذه الجزيرة تحت سيطرة السعودية والإمارات ومن وراءهما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هذا ما يحدث على أرض الواقع. يعني السؤال هو ما الذي ما توصفه أنت أستاذ إبراهيم؟ ما تقول أنت أستاذ إبراهيم أنه احتلال العسكريين الذين انضموا إلى قوات المجلس الانتقالي؟ هم يقولوا أنهم يعملوا في إطار استعادة دولة الجنوب وأنهم من أبناء هذا الوطن، يعني فربما التوصيف قد يكون مخالف لما يقولون أو لما يحدث. هذا مجرد مسرحية، هذه القوات التي تحسب نفسها أو تسمي نفسها أنها قوات المجلس الانتقالي والحكومة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. نحن نعرف أن من يمولها ومن أنشأها ومن يحركها هي السعودية والإمارات، ليس لغرض استعادة الدولة وإنما لغرض توطين وضع بعيدا عن الشرعية وعن الجمهورية اليمنية، ووضع يحكم أو يتحكم به السعودية والإمارات. هذا ما يحدث. هناك أيضا في الآونة الأخيرة ليس فقط في سقطرى، هناك تقارير تتحدث عن وصول قوات بحرية أمريكية وبريطانية إلى الموانئ على الشاطئ البحر العربي والبحر الأحمر، في الأماكن التي تسيطر عليها أيضا قوات وقواعد تابعة للإمارات السعودية. نحن أمام احتلال متكامل الأطراف، شرعية تملأها المرتزقة، لا تعمل لصالح الشعب اليمني، لا تملك لا قرارا ولا قوة ولا أي شيء. فلذلك نحن الآن الخيار أمام الشعب اليمني، ما الذي سيجب أن يقوم به من أجل انتزاع أراضيه من هذه القوات القاشمة والمعادية والمسيطرة على أراضيه؟ طيب لماذا لا تكون هذه القوات الأمريكية والبريطانية التي أشرت إليها أنت وفق معلومات لديك أنها قد تكون ضامن ربما لعدم السماح بسقوط وخروج سقطرى عن الشرعية؟ ليس صحيحا. أصلا الدول العظمى كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي لا تعتمد اصلا على الولايات المتحده الامريكيه ولا على الامارات، انما هي تستخدمها كاداه من اجل يعني تسهيل الارضيه، الدخول، شراء العملاء، القيام بالاشياء اللوجستيه الاخرى. لكن الهدف، انا المملكه لا الولايات المتحده ولا بريطانيا ستسمح للسعوديه والامارات ان تتحكم
بمضيق باب المندب. يعني مضيق باب المندب مهم للقوى العظمى وللقوى التجارية في أنحاء العالم، فلذلك أنا في اعتقادي لن تسمح لا للإمارات ولا للسعودية سيطرة عليه، لكنها تستخدمها كونها أول هي من تتحكم بالشرعية، كونها مقبولة أيضا من الشارع اليمني وبالذات في المناطق الجنوبية. هذا ما يحدث للأسف الشديد، فلذلك يجب أن نفكر بجدية إلى متى سيستمر هذا الوضع، وهل نحن أمام احتلال حقيقي وخروج جزيرة سقطرى عن السيادة اليمنية مستقبلا. والمشكلة هنا الحقيقية، هناك يوجد ما يسمى بالتحالف السعودي الإماراتي، لا يسمح للحكومة الشرعية لا بامتلاك لا قوة بحرية ولا طيران ولا أسلحة حتى للقوات البرية. فنحن أمام يعني احتلال كامل لا يسمح لا بقوة مناهضة له. إذن كيف يتم استرجاع هذه المحافظة أو هذه الجزيرة اليمنية من القوات السعودية الإماراتية؟ عندك إما عندك عدة خيارات، إما بدخول حرب مباشر وهذا ليس ممكنا في الآونة الأخيرة، ولن يسمح المجتمع الدولي بدخول يعني بحصول معركة في أعماق البحار وبالذات في هذا المضيق المهم من العالم. إذا اليمنيين يجب أن يفكروا بجدية أن السعودية والإمارات أصبحت أهدافا مشروعا لليمنيين وللجمهورية اليمنية، طالما وهناك أراضي ومواقع محتلة من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي. نحن أمام احتلال يجب أن يقاوم، يجب أن يعرف الجميع نحن الآن اليوم جزرنا وموانئنا ومطارتنا تحت الانتداب السعودي الإماراتي. ما يسمى بالشرعية أصبحت ورقة من يراهن عليها أصبح خاسرا، هي مجرد فرق الميليشيات المرتزقة خارج الوطن، لا يهمهم الوطن ولا يمتلكون لا قرارا لا سياسيا ولا عسكريا ولا غيره. فلذلك الشرعية اليوم أصبحت جزء من هذه المؤامرة على اليمنيين، واليمنيين يجب أن يبحثوا على خيارات جديدة. طيب أعود للأستاذ عيسى بن مسلم. أستاذ عيسى، كنت وجهت رسالة لقائد اللواء من خلال البرنامج على أهمية الحفاظ على تماسك اللواء وعدم السماح بسقوط كتائبه تباعا، هل هناك مخاوف حقيقية اليوم من أن سقطرى قد تذهب من يد الشرعية؟ نحن نراهن دوما على المؤسسات الرسمية والمؤسسات العسكرية، بالذات المؤسسات العسكرية والأمنية أن تقوم بدورها. ما زالت الفرصة سامحة أمام قيادة اللواء الأول مشابه، ونحن نثق أنهم قادرون على ردع هؤلاء الضباط وإعادتهم إلى جادة الصواب. أيضا نثمن دور الأشقاء وقوات الوادي السعودية هنا، بذلت جهدا مشكورا على مساعيها لاحتواء الموقف وايضا اعاده ما هو هذا الدور. طيب ما هو هذا الدور الذي قامت به قوات الواجب السعوديه لمنع سقوط هذه الكتائب عن وخروجها عن سيطره الشرعيه؟ ما الذي قامت به القوات السعوديه؟ قوات الواجب السعوديه هو واجب مساند لقوات الجيش اليمني. إذا احتاجتها قوات الجيش اليمني للقيام بدورها، حتما أنها لن تتوانى ولن تقصر في مساندتها وفي الوقوف معها جنبا إلى جنب لردع المخالفين. لكن ما زالت الفرصة كما أسلفت وبينت في البداية، أن الفرصة أمام قيادة اللواء لأننا نثق ونعرف أن قدرة اللواء قدرة قوية وقدرة حاسمة وقدرة رابعة. أتمنى أن ينتهزوا هذه الفرصة حتى يكتبوا أسماء ويفوضوا أسماءهم في التاريخ أنهم فعلا وطنيون وأنهم قادرون على التمسك بالشرعية وبالوحدة وبالجمهورية اليمنية. آمل ذلك في أقرب وقت وبأقرب فرصة. طيب شكرا جزيلا لك الناشط السياسي عيسى بن مسلم، كنت معنا من سقطرى. شكرا لك، وأعود للأستاذ عاطف السقطري الصحفي. أستاذ عاطف، إذن كما قلت سابقا أنه لا دور اليوم للسعوديين المتواجدين في سقطرى القوات العسكرية سوى أنها تشاهد وتراقب ما يحدث، والسؤال ما هي مصلحة السعودية في إنهاء
أدوار الشرعية وسلطة الشرعية في المناطق المحررة؟ السعودية في سقطرة تحديدا ليس لها مصالح، هي مهامها تقريبا والله أعلم أو واضح وضوح الشمس في سقطرة هو حرص مصالح الإمارات، هذا الواضح والباين، لأن هي تدعي أنها مع الجيش اليمني وأنها تحمي الشرعية والسلطة الشرعية السلطة المحلية، بينما السلطة المحلية هناك في سقطرة تتعرض من وقت لآخر لفوضى وتمرد وهم يتفرجون، وما أن تكون مصالح الإمارات طرف مباشر في أي موضوع حتى يتدخلوا. فالقوات السعودية مهامها الوحيد في سقطرة هي الحرص على مصالح الإمارات. طيب سأعود لك أستاذ عاطف، أعود مرة أخرى أستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم القعطبي، القوة الواجبة السعودية كما أشار ضيفنا من سقطرة عيسى بن مسلم يقول أنها ربما لن تسمح بذهاب الأمور نحو الانفلات وأن تسقط المحافظة من الشرعية. هذا المفروض ما يكونش حديثنا، حديثنا لماذا ذهبت القوات السعودية والإماراتية إلى جزيرة سقطرة منذ بداية الحرب طالما وهناك لا يوجد لا انقلاب ولا ميليشيات، ولا سقطرة كانت تهدد الملاحة الدولية ولا يوجد أي كان شيء هناك خطر هناك حوثي يعني خطر حوثي في على الملاحة الدولية، خطر حوثي كان متحكم ربما لم يكن على في سقطرة، هناك قوات أمريكية وقوات فرنسية وأوروبية وصينية ومن كل أشكال العالم في أعماق البحار، لن تسمح لأي قوة ولا دولة أن تهدد الملاحة الدولية، هذا من النقطة الأولى. الثانية يعني لما تحدث أن السعودية ما لهاش دخل والإمارات لا متفرجة وأنه بينهم صراع، هذا مجرد ذر الرماد على العيون لنا كيمنيين، يجب أن تخرج هذه القوات من جزيرة سقطرة التي لا يوجد فيها لا حرب ولا انقلاب، غير ذلك تسمى احتلال. أما أن احنا نتحدث أن السعودية شقيقة، أنا في اعتقادي الحديث على أن السعودية والإمارات شقيقة هذا بحد ذاته خيانة للأرض وللدم اليمني. هؤلاء أعداؤنا بالدرجة الأولى، هؤلاء من يحتلوا أراضينا، من يقيمون في أراضينا قواعد عسكرية، لا يحاربون لا انقلابا وإنما يحاربون أراضي الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية من خلال عدم السماح للحكومة الشرعية العودة إلى الوطن، من خلال تمويل ميليشيات اليوم ليس في على أرض الوطن وإنما خارجها أيضا في جزر مثل سقطرة تقوم بمحاربة الحكومة الشرعية. أنت ذكرت أيضا قبل قليل الحديث حول الخوف على سقوط المعسكر هناك، يا أخي في اليمن سلم جيش كامل لميليشيات بتآمر إقليمي على رأسه السعودية والإمارات، فلذلك مسألة سقطرة هي مسألة وقت، طالما وهناك لا يوجد لا قيادة ولا حكومة شرعية لا مستقلة ولا تمتلك القرار ولا داخل البلاد وهناك جيش من المرتزقة، هنا المشكلة الحقيقية، ولذلك يجب علينا كيمنيين أن نفكر في مستقبلنا، في مستقبل سلامة أراضينا، في وحدتنا وفي مصيرنا وفي جمهوريتنا، بعيدا عن هذا التحالف الذي أجى لعكس ما نطمح إليه كيمنيين من استعادة الجمهورية وبناء دولة فدرالية وأقاليم وما إلى ذلك. هؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون، نراهم في وضح النهار يحتلون أراضينا، يحاربون دولتنا، يحاربون قواتنا المسلحة، يمولون الميليشيات بالعتاد الخفيف والثقيل لمحاربة الشرعية اليمنية، لا يسمحون لنا كيمنيين دخول وخروج أراضينا. إلى متى نفكر بأن الأمور كلها مجرد صراع وصراع على نفوذ بين السعودية والإمارات؟ هذا ليس لنا شأن، هذا ليست مسألتنا، مسألتنا أن تظل أراضينا مصانة، مسألتنا أن تظل أراضينا تحت القيادة اليمنية وتحت الجمهورية اليمنية. من أتى لأجل مساعدتنا فليساعدنا من خلال هذه المؤسسات، أما أن يأتي لمساعدتنا من خلال الميليشيات واحتلال أراضينا وبناء قوات وهم يعتبرون أسوأ من الحوثيون بل أخطر منهم، لأنهم يحاولون قتلنا ويحاولون السيطرة على أراضينا ومن ثم يعني تشطير اليمن على ما وما يحدث اليمن هو ما يحدث اليوم وتشطيرا لليمن في شماله وفي جنوبه. طيب استاذ ابراهيم ساعود لك، يتناحرون فيما بينهم طال والسعودية. طيب ساعود لك استاذ عاطف السقطري، كما يقول استاذ ابراهيم قعطبي اليوم التعويل ربما على اليمنيون لضبط الاوضاع في سقطرة لابعادها عن حاله العنف والفوضى،
وتثبيت الأمن فيها. ما هو اليوم موقف الوجاهات في المحافظة والسلطة المحلية؟ وهل أيضا سؤالي عن مدى قدرة المحافظ على الاستمرار في موقفه المناهض لهذه التحركات التي تتم داخل الأرخبيل بهدف إسقاط الشرعية هناك؟ الوجاهات المشايخ وعيان سقطرى هم الذين حاولوا أن تظل سقطرى متماسكة وآمنة وفي سلام دائم كما كانت، ودائما يحاولون، لكن الآن دخلت عناصر كما أسلفت قبل أن عناصر من خارج سقطرى هي التي تحاول وتزعزع الأمن، ولا يسمعون من الوجهاء والمشايخ، والمحافظ هو الآخر يعاني من هؤلاء العناصر الغير سقطريين أصلا والمدعومين من قوى خارجية. بالتالي السلطة المحلية هناك في حاجة إلى تعزيز من قبل الشرعية، وأن تصلهم قوات يعني تفوق القوات المتمردة هنا هناك، أن تأخذ الكتائب من أيديهم، تقيلهم، تصفرهم، تخارجهم خارج سقطرى. السلطة المحلية والمحافظ في حاجة إلى إنقاذ تام وعاجل لتقوية الموقف والخروج من هذا الظرف الصعب. طيب سؤال أخير أستاذ عاطف، هل هناك أي مخاوف من حالة خذلان للمحافظ والسلطة المحلية وأن يتركوا وحيدا؟ أتوقع هي المخاوف موجودة يعني، لكن أنا أتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الظروف التي حصلت، في أنباء أن هناك إمدادات ستأتي من مأرب لتعود هذه الكتائب المتمردة إلى الشرعية ما لم يتصرفوا معها. هناك أنباء عاجلة اليوم من شوية أنه في قوات ستصل إلى سقطرى من مأرب لتهدية الموقف، لأن السلطة في حاجة إلى هذا الموقف. أشكرك جزيلا عاطف السقطري، صحفي كنت معنا من إسطنبول. أعود أستاذ إبراهيم قعطبي، إذا تحذر من مخاطر ذهاب الأرخبيل، لكن ما تفسيرك لموقف الأحزاب والقوى السياسية في البلد؟ برأيك أيضا لماذا هم صامتون؟ يعني كما ذكرت في حلقات سابقة، يعني قيادة الأحزاب السياسية تعودوا على الولاءات للمال. قيادة المؤتمر الشعبي العام في مصر وفي الإمارات تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجزء منها يتبع الحوثي. كذلك قيادة الإصلاح، قيادة الإصلاح موجودة في المملكة العربية السعودية، تخضع خضوعا كاملا للمملكة العربية السعودية. فلذلك لا يجب أن نعول على هذه النخبة التي هي أصلا فاسدة ومرتزقة إلى حد كبير. نحن نعول على من هم في الأرض، على سبيل المثال العرادة وغيرهم من القيادات الوطنية التي لن تسمح لنفسها البقاء خارج البلاد، وإنما سمحت لنفسها البقاء في يعني في صفوف المقاومة داخل الوطن. ولذلك مأرب لم تسقط لأن أصحابها متوحدون، ليس لأن هناك قيادة شرعية حقيقية. التعويل أيضا على أبناء يعني سقطرى أن يدافعون على هذا خطأ فادح، يعني أن نعول على المواطنين كما حصل في صنعاء وفي طوق صنعاء وفي الجوف وكثير من المناطق. نحن أنا في اعتقادي أمام مسألتين، المسألة الأولى أن لدينا شرعية مرتهنة للسعودية والإمارات ارتهانا كاملا. كان يعني ضيفك قبل قليل يتحدث على أنه هناك ربما قوات آتية من مأرب، هذا خطأ. نجلب قوات آتية من مأرب ونحن لدينا قوات في الجزيرة. كان التحرك الصحيح هو استدعاء وطلب الإمارات والسعودية إخراج قواتهم من هذا الجزر، ليس بقائهم هناك وتموين من أجل التموين ومن ثم تسقط كل القوات المسلحة في هذا المستنقع. عدونا الوحيد إذا لم نفكر كيمنيين ونوجه أصابع الاتهام للسعودية والإمارات سنوقع كلنا ضحية هذه المؤامرة الإقليمية الدولية. غير ذلك مجرد تفاصيل. بالنسبة للميليشيات الجنوبية، ميليشيات الحوثي وغيرها من الميليشيات، هي وجدت لتأدية أهداف ليست لصالح اليمنيين. طالما لم تفهم السعودية والإمارات أنهم أعداؤنا وأنهم سيتحملون المسؤولية على وحدة وسلامة أراضينا، كونهم هم من يمولون الميليشيات، كونهم هم من يحاصرون اليمنيين، كونهم هم من يمنعون الحكومة الشرعية ويمولون الميليشيات التي تحاصر الحكومة الشرعية وتسقط المعسكرات، إذا لم نحدد هدفنا الحقيقي الوحيد والرئيسي أنهم هم الأعداء،
سنكون ضحية لكل تلك المؤامرات، بل سنكون جزء من المؤامرة. طيب ضد أبناء سؤالي الأخير وضد سؤالي الأخير لك أستاذ إبراهيم، هذه هي تتحدث عن حصار ومؤامرة من قبل السعودية والإمارات على الشرعية في محافظة أرخبيل سقطرة، ماذا لو وصلت الإمدادات للقوات الشرعية؟ ما الذي يعني هذا؟ أنه ربما، ونحن نعرف أن التحالف اليوم هو المتحكم، ربما هل يعني ذلك أنهم يدعمون الحكومة الشرعية وبالتالي هم ضد ما يحدث من تمرد وتحركات من قبل بعض القوات في الجزيرة؟ أنا في اعتقادي إذا كان ذلك حقيقة، معظم الأحيان هذه التسريبات اللي ذر الرماد على العيون وأعطانا أمل ليس حقيقيا، ربما لضرب أيضا القوات القوية التي موجودة في مأرب التي لم يستطع الحوثي القضاء عليها ولم يستطع قوات التحالف ضربها من الجو، ربما يحاولون جلبهم إلى هناك من أجل تفتيت القوى الوطنية داخل البلاد. فلذلك يجب أن نكون حريصين، المسألة في 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 سقطرة ليست إخماد تمرد يقوده ميليشيات، وإنما إخماد تمرد جلبه الإمارات والسعودية، فهم يتحملون المسؤولية بما يقومون به هناك. الحكومة الشرعية إذا كانت ما زالت لديها قليل من الشرعية تطالب بسحب القوات الإماراتية والسعودية من هذه الجزيرة، كونها لا يوجد فيها لا انقلاب ولا أي شيء غير الحكومة الشرعية. هذا هو الحل الوحيد، ومن ذلك طلب مجلس الأمن بأن تطبق قراراتها في اليمن. غير ذلك الشرعية هي جزء من المؤامرة على الشعب اليمني، هناك مؤامرة واضحة على الشعب اليمني، نحن سنصبح أمام طنبة جديدة بحيث الجزر الذي احتلتها الإمارات أصبحت الإيران من الإمارات أصبحت واقعا ولا يستطيع أحد الدخول في حرب في الممرات الدولية. فلذلك نحن في أمام فرصة أخيرة، إما استعادة أرضنا بالطرق السلمية ومن خلال قرارات طلب السعودية والإمارات الانسحاب من هذه الجزيرة، أو أن نحن أمام احتلال وبقية الأمر هي مجرد تفاصيل، واليمنيون مستقبلا يجب أن يحددوا أهدافهم، والهدف الكبير يجب أن يكون السعودية والإمارات إلى أن يخرجوا من أرضنا ساقرين، وهذا هو الحل الوحيد، غير ذلك مجرد إعلام ومجرد حكايات لا تنتهي، ومن سيدفع ثمنه كيمنيين. أشكرك جزيلا إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا من نيويورك عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة عاطف السقطري وعيسى بن مسلم، كان معنا من سقطرة. نلقاكم في حلقة جديدة في الغد من المساء اليمني، كونوا بخير.